عاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته مساء اليوم بعد زيارة إلى مملكة تايلاند. شارك سموه خلالها في مراسم تشييع جثمان ملك تايلاند الراحل بوميبولا دولياديج، كما التقى سموه بمعالي الجنرال برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلاند الصديقة، حيث بحث سموه معه سبل دعم وترقية آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات المختلفة. وكان في استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمطار نواب رئيس مجلس الوزراء وسمو محافظ المحافظة الجنوبية وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة. هذا وقد غادر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مملكة تايلاند في وقت سابق، وكان على رأس مودعي سموه بالمطار ممثلا عن جلالة ملك مملكة تايلاند المارشال شوليت بوك باسيوك، وممثلا عن حكومة مملكة تايلاند الأدميرال نورونغ ييبا تاناساي نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك للتعبير عن تقدير تايلاند ملكا وحكومة بزيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبما يخصه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية التايلندية. رافقت صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء السلامة في الحل والترحال.